مساء الخير، النهاردة هنتعلم نعمل مكرونة بالتونة. تعالوا نشوف المقادير. نص كيلو مكرونة أي نوع، علبتين تونة، العلبة 170 جرام، أنا صفيتهم المية وعصرتهم كويس قوي، 3 معالق كبار زيت، من كوباية لكوباية ونص صلصة طماطم حسب الرغبة، 2 معالق كبار سان دراي توميتو اللي هي طماطم المجففة متقطعة قطع صغيرة، 2 معالق صغيرة ريحان مجفف ممكن استبدله بالنعناع، 2 معالق صغيرة فلفل اسود، 2 معالق صغيرة ملح، قرن فلفل شطة فلفل حار متقطع شرايح رفيعة بالبزر، 4 فصوص ثوم متقطعين شرايح رفيعة. بالنسبة للمقادير عشان تبقى سهلة علينا، على كل 1/4 كيلو مكرونة علبة تونة 170 جرام، وفصين ثوم، ونص قرن فلفل حار، ومعلقة كبيرة طماطم مجففة. تعالوا نشوف الطريقة. هبتدي الأول أسلق المكرونة في المية بحوالي 2 معالق كبار ملح، وبعد كده صفيها، وبعدين ابتدي اخلط بقية المقادير. بعد ما سلقت المكرونة وشطفتها وصفيتها، هبتدي دلوقتي احمر الثوم والفلفل مع بعض. هحط 3 معالق كبار زيت، وعلى طول احط الفلفل والثوم واشوحهم لحد ما لونهم يتغير. لو احنا مش عايزينه سبايسي ممكن استبدل الفلفل بفلفل رومي. زي ما احنا شايفين ابتدى لونه يتغير بس ما احمرش قوي. ههدي النار واضيف الطماطم المجففة، وعلى طول اضيف الصلصة والنار هادية، وبقية التوابل بس اخلي بالي من الملح لان التونة فيها نسبة ملح، المكرونة سلقتها بالملح. احط الاول كل التوابل وجزء من الملح، لو احتاجت ملح زيادة ممكن ازود. اول ما تغلي على طول اسيبها 1 دقيقة بس عشان الطماطم المجففة تستوي والتوم يطلع النكهة اللي فيه، وبعد كده اضيف التونة. هي زي ما احنا شايفين ابتدت تغلي، اقلبها لمدة 1 دقيقة. هي كده عدت عليها 1 دقيقة، احط على طول التونة، اقلبها حاجة بسيطة واسيبها شوية، ما اقلبش كتير عشان التونة ما تتهريش فيها، واستنى لما تسخن وبعدين احط المكرونة. زي ما احنا شايفين سخنت، هحط دلوقتي المكرونة، وطبعا النار هادية، وابتدي اقلب كويس. لو انا حاسة انها محتاجة صلصة طماطم ممكن اضيف، لو محتاجة ملح ممكن اضيف دلوقتي قبل ما اقدمها. هي كده سخنت، هقدمها دلوقتي على طول. زي ما احنا شايفين طريقتها سهلة جدا وسريعة، حاولوا جربوها وإن شاء الله تعجبكم. أشكركم جدا وإلى اللقاء.